قنديل أم هاشم. قنديل أم هاشم أنا كنت فاكر الكتاب ده عن رواية واحدة طلعت مجموعة قصصية. هو طبعا ملك القصة القصيرة يعني يحيى حقي. كذا قصة أشهرها قنديل أم هاشم والمجموعة بتحكي عن كسر التابو. إزاي أنت لما يبقى في مجموعة من البشر عندهم معتقد أو فكر معين غلط، أنت تقدر إزاي تصلحه؟ وهل أصلا عندك الـ availability إنك تعمل كده؟ بتنفخ في قربة مخرومة يعني. قصة تحديدا قنديل أم هاشم هي من ضمن المجموعة معمولة فيلم، وتقدروا تتفرجوا عليه. طبعا فيلم رهيب، شكري سرحان وعبد الوارث عصر وسميرة أحمد، كل الناس اللي كانوا في الفيلم دول عظماء. والفيلم طبعا فيه تفاصيل أكتر من الرواية، لأن القصة قصيرة وأحداثها قصيرة، فالفيلم طبعا واخد أحداث أكتر، واخد سيناريو مطوره بشكل أكبر يعني.